مرحبا يا حلوين، كيفنا؟ شو اخبارنا؟ وصلنا هلا لبارت الالمينيشن رياكشن. حنحكي عن الاي 2 بهذا الفيديو، البارت الثاني حنحكي عن الاي 1، وبعطي هيك مثل الجنرال رولز للفرق بين السبستيوشن والالمينيشن عشان حتلاحظوا انه كثير قرب على بعضهم، فحتى ميز بيناتهم بالامتحان. ماشي، وبنخلص هذا الدرس. طيب الالمينيشن رياكشن، او حتى في ناس بتسميها دي هايدروهالوجينيشن. ليش دي؟ خليني اكتبها دي هايدرو هالو جينيشن. ليش هيك اسمه؟ دي يعني عم شيل، عم قيم، هايدرو يعني هيدروجين، عم شيل، سو عم شيل هيدروجين بلس هالوجين اللي هو الاكس حيكون، اوكي؟ يعني عم شيل هيدروجين اند هالوجين، هيك الناس بتسميها. طيب موضوعنا بهذا الفيديو هو الاي 2 رياكشن، فاذا مثل ما اتفقنا الاي 2 رياكشن، اي هي للالمينيشن، طب 2 هي شو اتفقنا؟ هي للاوردر لهيدا الرياكشن. يعني بمعنى تاني هون الريت بيعتمد على الكونسنتريشن السبستريت اللي هو الالكيل هالايد ضرب الكونسنتريشن للبيز، مش النيوكليوفايل، بيز، اوكي؟ انتبهوا له. هلا بكون جاي نستعمل بيز، بس المهم نفس اللي جاب لكم الامتحان، ولا انا عم اعمل رياكشن، هيدي اي 2 رياكشن ودوبات الكونسنتريشن للبيز، شو بيصير بالريت؟ بيقولوا لي بدوبل كوادربلز، اوكي كوادربلز الريت، ماشي؟ بالاي 2 حتشوفوا انا بعد شوي بالاي 1 شو مع حط بيز، ان شاء الله دلقت برميل منه مثل الاس ان 1، نفس الفكره، ما حيتاثر الريت. سو هيدي اول وحده. تاني شغله، الشيء اللي هون بنستعمل هو بيز. طب شو نوع البيز؟ في عندي ويك وفي عندي سترونج، صح ولا لا؟ كيف النيوكليوفايل عندي جود وبور؟ بالاس ان 2 كنا نستعمل جود نيوكليوفايل، يعني كل شيء عنده نيجاتيف تشارج، اما بالاس ان 1 كنا نستعمل بور، يعني نيوترال بيكون. نفس الشيء هون بالاي 2 بدي استعمل انا كل شيء سترونج. بلا ما اكتبها هون، اوكي، كل شيء بدي استعمل انا هون سترونج بيز، لازم يكون سترونج، يعني عنده نيجاتيف تشارج. نحن اتفقنا ده كل شيء عنده نيجاتيف تشارج بيكون سترونج قوي، بيمسك وبيهاجم دغري، ماشي؟ مجهز بالاسلحه. اما النيوترال لا، عنده لومبير بس منه هال ما معبى مشط مثلا، تمام؟ يعني هون حتلاحظوا انه بالايتو كثير قرب على بعض. هون على فكره البيز، يعني هن البيز من الاكزامبلز نفس اللي اخذناه هذيك المره، او اتش ماينس، سي ان ماينس، ان اتش 2 ماينس، اتش سي تريبل بوند، سي ماينس، شو بعد في اشياء؟ ار او ماينس، ار اس ماينس، بطل يكتب لهم ار اس ماينس اند سو اون. كل شيء عنده نيجاتيف تشارج هو سترونج مثل ما اتفقنا، وكل شيء ما عنده نيجاتيف تشارج نيوترال بس عنده لومبير، مش ما عنده نيجاتيف تشارج خلص اتركوه لحاله من قبل، لا بده يكون عنده لومبير حتى يهاجم فيهم، يعمل اتاك يعني، مثل اتش تو او مثلا او الكهولز مثل ما اتفقنا. فالمهم السترونج، فاذا هودا بنستعمله نحن كسترونج بيزز، كل شيء عنده نيجاتيف تشارج هو سترونج بيز، اوكي؟ يلي كمان هن يعدوا سترونج نيوكليوفايل. طيب شو الميكانيزم لهيدا الرياكشن؟ هناخد اكزامبل نشرح عليه بعدين نشوف بتفهموا دغري لحالكم. عندي مثلا هيدا الاكزامبل، اوكي؟ في عندي هون بي ار، قام شو صار؟ حطيت معنا او اتش بلس، او اتش ماينس سوري، وحطيت هيت، ركزوري على الهيت. نحن هون انا اذا ما حطيت لكم هيت، طب او اتش ماينس هيدي شفتها انا بالنيوكليوفايل بالاس ان 2 رياكشن، طب انا ما شو بروح هسا انتو ولا بروح ايتو وبحتار، بقعد بفكر هيك شو بده الدكتور، فبس حط لي هيت خلص كانه عم يقول لي يا ساره روحي انت بالايتو، ما تفكري بالاس ان 2، اوكي؟ مع انه على فكره هيدا نتيجه هيدا الرياكشن بيعطيني شوي من البرودكت تاعت الاس ان 2 هي سبستيوشن، بس كثير كثير كميه صغيره فبيطلع يعتبر ماينر، فبس حط لي هيت خلص كانه عم يسهل علي، عم يقول لي خلص روحي بالايتو وريحي راسك، اوكي؟ ما تفكروا بالسبستيوشن هون، بس شفتوا هيت ما تفكروا بالسبستيوشن، لانه هيدي الا الاولويه الا البرايورتي على بهيدي الرياكشن. المهم في شو بيصير عندي هون انا؟ باللحظه يلي هيدي هجمت هيدي البيز، اول شيء خلينا نحكي عن شغله هون، هون في عندي هيدروجين، انا بدنا نشيل هيدروجين وبدنا نشيل الهالوجين، صح؟ وهون عندي ثلاث هيدروجينات، اوكي، قلنا بدنا نشيل هيدروجين وبدنا نشيل مع هالوجين، طب هيدي الهالوجين هيدي اللي بدي اشيلها، تمام؟ طب اي هيدروجين بشيل هيدي من هون ولا هيدي من هون؟ بعد شوي بنحكي عن هالموضوع، ماشي؟ هلا انسوا لي بس بدي اشوف الميكانيزم ان جنرال. نفترض انا بدي اشيل هيدي الهيدروجين، حددت اثنين، باللحظه اللي عم تنشال فيها هيدي الهالوجين واللحظه اللي عم ينشال فيها هيدي البروتون، بروتون مش هيدروجين بتنشال، بروتون، يعني هودي بينتركوا مع هودي الاثنين، الالكترونز اللي موجودين بهيدا البوند بينتركوا على السي، ماشي؟ هيدي هي عم تنشال بتشيل البوند معه، يعني هون الهيدروجين هي رايحه تطلع اتش بلس، اسيديك هيدروجين بتعلق مع هيدا، اما هون البي ار هي رايحه بتروح بي ار ماينس، اوكي؟ يعني بتاخذ هيدا البوند مع الالكترونات، يعني لو مش هيدا البوند بتاخذهم معه،
فالمهم هلا هول الاثنين الكترونات يضلوا من هيدا بينعمل فيه دبل بوند. عرفتوا كيف الميكانيزم؟ يعني هرجع عيد، خليني ارجع عيد حتى توضح الفكره. طلع عندنا هون هيدي الهيدروجين، هي ورايحه بتطلع على شكل اتش بلس، يعني خسران الكترونز، يعني الالكترونز اللي موجودين بهيدا البوند بيضلن على هيدي السي. اوكي بس مش تقولوا لي بيصير عندي كربو انا يون. لا 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 لا، كله عم يصير نفس الوقت، كله بنفس اللحظه عم يصير. سو ما عندي ولا انترميديت هون، وان ستيب، اتس ا وان ستيب رياكشن، بس وحده. اذا بتشوفوا لها الانرجي دايجرام طلعت شوي عن الموضوع، بس انه هيك اوكي، هيك هيدا ترانزيشن ستيت، بس وان ستيب، ما في ولا انترميديت. اوكي المهم انا جاي على موضوعنا. فاذا البروتون هي عم تطلع من هون اوكي، وهيدا هو عم يطلع مع انه اخذ معه البوند هيدا، يعني اخذ له يعني هيدي صار ناقصه الكترونات بهالمعنى. اوكي سو هيدا دغري بينزل بيعمل دبل بوند هون، فبصير عندي فورميشن اوف الكين. سو البرودكت بيطلع عندي هيك هيك، هيدا هيدا كوكو، بليز ما حدا يضحك اوكي، بعد تعودتوا عليه لكوكو. فالمهم بصير عندي هيدا الالكين ماشي. عرفتوا كيف بصير عندي انا هون البرودكت، كيف بتصير الرياكشن؟ بروتون بيطلع، هالوجين بتطلع، بيصير عندي دبل بوند بتوين مطرح الكربون اللي راح من البرودكت، الهيدروجين والبي ار، سوري ضيعنا شوي. طيب الفكره ما فيها، في ناس حتقول يا ساره ليش ما اخذتي انت هيدا الهيدروجين من هون او من هون مثلا؟ انا بقول لكم شغله، دائما نحن هون الهيدروجين بدي اخذها من الادجيسنت كربون. اوكي ما بروح بنطرش 10 كربونز، يعني هيدي هي بنسميها عاده نحن هون الفا، اللي حواليها هن البتا، هيدي بتا وهيدي بتا. اوكي ناخد الهيدروجين من البتا يلي هي حدا، هيدي منا بتا، منا بتا، هيدي ممنوع، هيدي بعيده عنا ادجيسنت. اذا هيدا الهيدروجين كانت معلقه هون، بيقول كانت معلقه هون، باخذها يا من هيدا الهيدروجين يا من هيدي. اوكي هي بالنسبه للهيدروجين بدي اخذها. هلا اي وحده بنقي، كان في نقي الهيدروجين من هون، ليش ما نقيتها؟ لانه في عندي رول هلا حنشرحها بتقلي انه لازم ناخذها من هالميله، الاحسن ناخذها من هالميله. اوكي يلا تعال نحكي عنها. فاذا هلا حنحكي عن الريجيو سيلكتيف لهيدي الرياكشن، هيدي الرياكشن هي ريجيو سيلكتيف. يعني ريجيو سيلكتيف كثير حنسمع هالكلمه على فكره، حتى بالالكين حنسمع ريجيو سيلكتيف، يعني بيطلع عندي انا ميجر اند ماينر برودكت. كيف كانت تطلع عندي بالالكينز الهالوجينيشن نزيد بي ار 2 او بي ال 2؟ نفس الشيء كانت هذيك ريجيو سيلكتيف، كمان هون عندي ريجيو سيلكتيف، يعني بيطلع عندي ماينر اند بيطلع عندي انا ميجر وماينر برودكتس. اوكي مين الميجر مين الماينر؟ كيف بعرفهم؟ تعالوا نشوف. في عندي حدا اجى لقالي رول اسمه هو هيدا زيتزف، اسمها زيتزف رول، في ناس بتكتبها هيك بالاس، انا بحبها بالذات، خلص اكتبوها كلكم بالذات ماشي. المهم زيتزف رول شو بتقول هيدي زيتزف رول؟ على فكره لها اكسبشنز، هلا بشوف بشرح لكم عن الاكسبشنز، بس انه هي القاعده العامه. يعني بتقلي باختصار باختصار من الزبده من الموضوع، دائما دائما most substituted alkene بيكون هو الميجر. اوكي يعني الرول هي المور substituted alkene بيكون هو الميجر برودكت. كيف يعني؟ يعني ناخذ اكزامبل، نفس الاكزامبل اللي حكيته فوق، هون عندي كان بي ار وقتها اوكي، حطيت مع او اتش ماينس، قام عطاني شو؟ طبعا هون مع هيت، لا بديش كنت اعملها هيك، اوكي هيك تمام. كان في اخد انا وحده من هودي الهيدروجينز اوكي، او هودي انا شو اخذت وقتها اللي على اليمين؟ طب ليش اخذت اللي على اليمين كميجر برودكت عم حصل لك؟ لانه بس اخذ هيدي اللي طلعوا، اخذت هيدي شلتها، انا بتطلع على السيات اوكي، هيدي السي وهيدي السي، ما بتطلع على غيرهم. هيدي السي هي شو؟ سكندري صح؟ ليش قام على عليها اثنين كاربونز؟ هيدي السي هي برايمري. مين المور سبستيود حيطلع عندي؟ اذا اخذت الهيدروجين حيطلع عندي الدبل بوند هون يلي هو فيه، يعني موجود مع المور، كلمه مور سبستيود يعني في عنده ار جروبس اكثر، هن الاخر كلمه مور سبستيود يعني عنده ار جروبس اكثر، عنده كاربون اكثر اوكي، كربونات جروب حواليهم، سو هيطلع اكثر. لو عامل دبل بوند هون كان حيدوم حيكون بتوين سكندري اند برايمري، بس انا عملته هون كان صار بتوين سكندري اند سكندري، سو الميجر بيطلع عندي هيدا اوكي، هيدا الميجر برودكت يلي بسميه زيتزف برودكت، زيتزف برودكت ماشي. الماينر هو لما يعلق دبل بوند من هون. طيب ناخذ اكزامبل تاني،
ناخد example تاني. أو مثلا هون. يلا كيف بقى كيف اعمل هيدا الرياكشن؟ يلا حطيت او اتش ماينس، حطيت هيت، شو بيطلع عندي هون برودكت؟ وين بده يصير الدبل بوند برايكم؟ طلعوا فيها. انا اذا شلت هيدا السي ال شلتها طيرتها، اوكي بدي طير مع هيدروجين، يا من هون طير هيدروجين يا من هون، ممنوع غير من هون، لانه نحن قلنا دائما ادجيسنت كربون، الكربون اللي كان معلق عليها السي ال طير من اللي حدا، بياخذ السي ال مع الهيدروجين اللي حدا، يعني يا من اليمين يا من الشمال. طب اذا بشيل من اليمين الهيدروجين هون حيصير الدبل بوند هون ساعتها يلي هو سكندري مع سكندري كربون، صح؟ طب لو شلت من الشمال، اذا شلت هيدا هون هيدا الاتش من هون، مش هيدا تيرشي يعني في ناقصه بعد هيدروجين، هيدا بعد في عنده هيدروجين صح؟ تخيلوني شلت، طب يصير الدبل بوند ساعتها هون، اي احسن دبل بوند هون ولا هون؟ اكيد هون من هالميل. ليش؟ لانه هون عم صاير مع تيرشي كربون مور سبستيوتد، فاذا دائما دائما المور سبستيوتد الكين هو بيكون يعني دبل بوند حيصير هون من هالميل. هيدا هو الميجر، الماينر هو لما يصير من هون، اوكي؟ تمام؟ وصلت الفكرة؟ تعالوا ناخذ بعض اكزامبل يلا، حتى نتدرب. يلا، هيدا كمان حطيت أنا OH- مثلا، ومع هيت. هون شو بدهم يحطوا؟ يحطوا، حتى ما حي لا حيعلق على substitution ولا شيء، هون بالنهاية elimination. يعني اعتبروه منظر فيك ما تطلع فيه. المهم فهون بدها تروح الاي، بدها تاخذ مع هيدروجين adjacent هيدروجين، اوكي؟ اي وحده بتاخذ ما لها ما لها، هون اللي بيقول لي اخذت من هيدي لانه مور سبستيوتد بدي انتحر، بدي انتحر لانه ما في هيدروجين اصلا، هون ما في، هون ثلاثته مثل 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 ما في هيدروجين، فمضطره تاخذ من هيدي، ما لها ما لها يعني ما لها خيار، خلص بتاخذ من هيدا، فبيطلع عندي هيك والدبل بوند بيصير هون. ماشي؟ هاي بالنسبة للمور سبستيوت، فهمتوا؟ كثير هينا عم تغير ما بدها شيء، بتفتشوا انتم مين أكثر مين أكثر شيء سبستيوتد بياخذوا منها الهيدروجين وبيصير الدبل بوند بينه وبينه. تتخيلوا انتم دغري خلص رحت من هون هيدروجين ضربت هيك، مش تقعدوا ترسموا لي الهيدروجين عم تروح وتفتحوا لي منابع عندها. يلا، طب هلا شو الاكسبشنز لهيدي زي ذا برودكت؟ في عنا 3 اكسبشنز لها، اوكي رح احكي عن اثنين هلا، الثالثة ما فيها احكي عنها هلا، رح احكي عن ستيريو كيمستري قبل. أول اكسبشن اللي هو إذا كان عندي أنا conjugated system، يعني إذا أنا عم حل مثلا عندي، يعني بمعنى تاني إذا كان عندي أنا أللك أو بنزلك كربون بدي انتبه لهيدي الشغلة. كيف يعني؟ ناخد example، إذا عندي مثلا أنا أللك فرضا يعني CH2 double bond CH bond C CH2 bond CBr H bond CH3 مثلا عندي هيدا الكومباوند، اوكي؟ انت انا شو عملت فيه؟ حطيت لا بدي طب بدي طولها شوي، خليني سوري اخذت من وقتكم، خلص بقى مشكلة تحملوني، بس انا بدي اقول لكم على شغلة حرسمها هيك اسهل لي. هيك طلعوا هون، انا طلع هذا الكومباوند وقال لي حطيت معه او اتش ماينس، ليش عم حط انا هيك؟ خلص بحط على السهم وخلصنا، حطيت او اتش ماينس وهيت، اوكي؟ بقوم انا شو بعمل؟ بطلع هيك هي البي ار حتروح، اوكي طيرت البي ار، لازم طير هيدروجين معه، يا تطيرها من هون يا تطيرها من هون، صح ولا لا؟ هيك متفقين دائما ادجيسنت هيدروجين. طيب بعد بفكر بيني وبين حال، إذا طيرت هيدي اللي هون، هيدي الهيدروجين اللي هون، بصير عندي دبل بوند هون يلي هو مع تيرشري، أما إذا طيرت اللي هون حيكون مع سكندري، بقوم أنا شو بعمل؟ بقول يي هيدا استيبل أكتر فباخذها لهيدي، بس لأ، انتبهوا، هيدا الشيء غلط، ليش غلط؟ لأنه هون في عندي قلنا الإكسبشن تاعيت الزيت زف اللي هي خاصة بالفانيليك سوري بالألليك كربون، اللي هي شو؟ أنتوا فكروا فيها، إذا طيرت أنا هيدي الهيدروجين اللي هون حيصير عندي دبل بوند هون، صح؟ صار دبل بوند هون. هيدا مش conjugated system، هيدا مش باي سيجما باي مرقت معنا بالريزونانس، سو هيدي ستيبل باي ريزونانس، بتصير الموليكيول كلها ستيبل باي ريزونانس اكثر، لهيك ولو هون في عندي تيرشري بس الاولويه للريزونانس لانه ستيبل حتكون اكثر من المور سبستيوتد، سو هيدا اول اكسبشن للزيتزف برودكت، اذا كان عندي باي اذا الفورميشن اوف باي بوند اللي انا ححطه نتيجه تطييري للهيدروجين
كان حيفوت بالكونجوجيت سيستم بالريزونانس ساعتها بياخده هو بعين الاعتبار اكثر له اولويه اكثر من هيدا. اوكي هي اول اكسبشن للزيدف. حكينا عن الاليليك, اخذنا اكزامبل عن الاليليك اللي هي هيك. هلا حنحكي عن البنزليك. ايش قلنا البنزليك كربون هي عباره عن كربون معلقه على بنزين رينج. اوكي يعني قريب على بنزين. مثلا هون فرضنا هيدا اجى بنزين رينج هيك, حاطه انا هون سي قبل ما ارسم هيك خليني احطها دغري هيك. هيك 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 اوكي. نفس الفكره نفس الفكره هون بتطلع فيها هيك. هون في عندي البي ار بدها تطير, الاي بدها تطير, طيرتها بدي اشيل معها هيدروجين, يا بشيلها من هون يا بشيلها من هون, صح ولا لا؟ من اي مطرح برايكم بشيلها؟ اذا شلتها من هون بصير عندي دبل بوند هون, اذا شلتها من هالميله اوكي بصير عندي دبل بوند من هالميله يلي هو مع تيرشري كاربون يلي هو مور سبستيوتد من هيدي, لانه هون اذا عملت الدبل بوند حيصير عندي مع سكندري هيك. اوكي عندها اقل الكيل جروبس يعني عندها اكثر هيدروجين بهالمعنى. فالمهم بقوم انا لحظه للحظه لوهله بفكر انه لازم اشيل هيدا اللي هون, بس لا ما لازم اشيل هيدا الهيدروجين هون لانه في عندي هون ريزونانس, اننا قلوي للريزونانس. اذا عملت الباي بوند هون بصير عندي شو؟ اي وين الكونجوجيت سيستم؟ باي سيجما باي يلي هو شو كونجوجيت سيستم بفوت بريزونانس, سو ستيبل باي ريزونانس. يعني هيك بياخذ هيدا اللي هون, ولو كان اللي هون حيكون مور سبستيوتد, ولو ما مشكله بيكون هون الميجر برودكت. فاذا اذا سالني عن الميجر برودكت بقول له انه يجي هيدي بتطير من هون هي بطيرها بشيلها اوكي وبحط انا هون الدبل بوند. هيدا هو الميجر برودكت. اما المهم انه شيء يصير من الميل الثاني ميل اليمين, هي بالنسبه للبنزليك والاليليك. طيب هيدا اول اكسبشن. ثاني اكسبشن لما يكون عندي انا بالكي بيز. تتذكروا الترتيبيوتيك سايد اللي كنا نستعمله؟ هذا التي بي يو اللي قلت لكم عنه بالاس ان 2, هذا بيجي هيك شكله عرفتوا؟ هيدا صح هو اوكي عنده ماينس يعني انا بعتبره سترونج نيوكليوفايل وسترونج بيز, بس بيزيستي تاعته بتغلب على نيوكليوفيلستي تاعته لانه هو هذا كثير كبير. هو عنده ستريكري هنا يعني هيك تقولوا هيك مروق هيك, وهون الاي حرام مسكين كثير صغيره فمغطين عليها الار جروبس. عرفتوا كيف؟ بهالمعنى. فعند هيك انه هيدي كان نيوكليوفايل قلنا بالاس ان 2 قليلا نستعمل اصلا ما بتصير رياكشن وقتها قلنا. هون لا بتصير. ليش؟ لانه هيدي الاو ماينس بتلعب دور البيز, فبتروح بتاخذ الاسيديك هيدروجين هون الهيدروجين الحاده اللي هي هالمية طارت مثلا هون بتشيلها وبتقعد. تعال ناخذ اكزامبل مثلا هيدا فرضا اوكي هيدا هيك فرضا عندي هون بي ار. طيب هيدي هون حطيت مع انا هيدا الترتيبيوتيك سايد تي بي يو هي هيدا هيك او ماينس اللي حيصير هون ما بتصير اس ان 2 مستحيل هون اس ان 2 اوكي ما أنا موجودة أبدا, أصلا هيدي سكندري كاربون سكندري الكل هالايد. اللي بيصير هون في عندي أنا هون ثلاثة هيدروجينز هيدروجين بهيدروجين بهيدروجين, وهون في عندي أنا اثنين هيدروجينز تمام. طب أي وحدة باخد؟ لوهلة أنا بفكر إنه البي ار هي طايرة بدها تاخد هيدي, مع إنه هيدي مور سبستيوتد الكين, ما هيدي سكندري أما هيدي برايمري. يعني لو صارت دبل بوند هون حتكون مع برايمري كاربون اللي هي لا سبستيوتد من هيدي اللي هي سكندري كاربون صح؟ بس لا لانه هيدا بالكي, لانه بالكي هيدا البالكي الوحيد حيمرق معنا اوكي. ما تفكروا انه في بالكي تغيره ما هو مطلوب منا غير هيدا نحن. فالمهم لانه هيدا بالكي بنحصل على هيدا البرودكت هو الهاف باند برودكت. يعني بشيل هيدروجين هون لانه كثير بالكي ما في يروح يقرب لهون ليشيل الهيدروجين, بيلاقي صعوبه كثير ورا ستاريك هنرنس اوكي. سو بشيل هيدا فبيطلع عندي هيدا البرودكت هيك هيك. هذا هو البرودكت بيطلع عندي نتيجه هيدا الرياكشن. هي ثاني اكسبشن بس هودي عم اعطيكم اياهم هيك من الزبده. هذا مثل ما هن بيجوا بالامتحان على فكره اوكي. فاذا اول اكسبشن هي اليليك اند بنزليك, ثاني اكسبشن هو باكي, ثالث وحده حخبيها بعد شوي لانه في عندنا ستيريوكيمستري بدنا نحكي عنه قبل اوكي. طيب لنحكي هلا لكينا عن الستيريوكيمستري لهيدي الرياكشن وبنخلص. بيبقى انا بس الاكسبشن وبنخلص ستيريو كيمستري. لك حتى بالقلم خطي بيقرف. المهم الستيريو كيمستري بدنا نحكي يعني داشز ودجز ار اس هالقصص هالخبريات ماشي. هون ما نحكي عن ار اس لانه اصلا بطل عندي اسيمتري كاربون, هون عندي دبل بوند. يعني بدي احكي هون عن شو؟ سيستم اند ترانس اي زد سيستم. بدي احكي هون اي زد سيستم يعني الجيومتريك ايزومرز. طيب الفكره ما فيها بالستيريو كيمستري هون دائما عرفوا واخذوا قاعده دائما الهيدروجين اند الهالوجين اللي هي الاكس لازم يكونوا انتي لبعض اوكي انتي. هين هي الزبده من الدرس ناخذ كذا وضعيه قالوا بنشوف لهم اياهم. يعني
لازم يكون هيك شكله. اذا هنحكي ك perspective هيك لازم يكون شكله. مثلا بي ار او خلينا نحطهم ان جنرال اكس، هون الهيدروجين، هون شو ما بده يكون يكون ما بيهمني. اوكي هاي احسن احسن وضعيه بستاجرد استاجرد احسن وضعيه لهم دغري قدام عيني بضل يطير هيدي مع هيدي بصير عندي دبل بوند هون وبشوفهم ساعتها بحطهم على ايزات سيستم. اوكي كيف بحطهم على ايزات سيستم؟ افترض عندي هون A، هون عندي B، هون عندي C، هون عندي D. بقوم شو بعمل؟ اول شيء مش طيرت انا هيدي مع هيدي، مش طيرتها الاثنين مع بعض وصرت دبل بوند هون، برسم ان طيرتهم. فبحط هيك C دبل بوند C. طيب بجي بتطلع هلا هون اللي برا مع اللي برا على نفس الجهه واللي جوا مع اللي جوا على نفس الجهه. يعني طلعوا السي لبرا هون، مين برا بهالميله؟ الدي. بحط السي والدي على نفس الجهه، هلا لفوق لتحت ما بتفرق معي. يعني في حطهم هيك سي دي وفي حطهم سي دي، من تحت او من فوق نفس الشيء ما بتفرق معي. اوكي سي دي. طب من هون في عندي البي لجوا والاي لجوا، فبحط البي لهون لجوا والاي لجوا. انتبهوا في ناس شو بتعمل؟ بتغلط، تنسى انه هيدي الكربون البي لهيدي الكربون، بتقوم بتحط البي لهي الكربون. ما تغلطوا، البي مع الاي، البي مع الاي، سوري البي مع الدي، الاي مع الدي، سوري يعني البي مع السي. ضيعتكم صح؟ خلص هرجع عيد. اذا انا ضعت القصة ما فيها انه هون احنا البي مع السي، يعني لازم احط اذا حطيت السي لهون بدي احط البي لتحت، ماشي؟ ما بقوم احط البي هون، ساعتها قلبت الكومباوند كله، هذا منه الكومباوند هيدا، يعني غيرت الكومباوند بحد ذاته، عرفتوا كيف قصدي؟ فالمهم ماشي بتطلع. فاذا شطبت هودي الاثنين مع بعض بتطلع بعمل دبل بوند هون، اللي جوا مع اللي جوا بحطه على نفس الميله، والبرا مع اللي برا بحطه على نفس الميله. حصلت على هذا الشيء. هلا طلع سيس طلع ترانس ما بتفرق معي ما بيهمني، المهم انا حصلت على هذا الشيء. وهيدا هو الاسئله على فكره بتجي بالامتحان، هيك بتجي الاسئله بيقول لكم والله بيعطيكم برودكت معين، مثلا سي دبل بوند سي فينيل هيدروجين هيدروجين فينيل مثلا، هيك بدي اياها. هذا ان ترانس بوزيشن. ليش ترانس؟ لو في عندي البالكي جروب بالكي مع سمول لفوق وبالكي مع سمول لتحت. اوكي تتذكرون هودي بالشابتر 4 جيومتريك ايزومرز، فهيدي ترانس. بيقوم بيقول لكم اي رياكشن اي كومباوند بحطه بعمل له اي 2 رياكشن بيعطيني هيدا الكومباوند، بيكون عطيه مثلا احدى الكومباوندز هن هيدا. بيكون مثلا عطيني هيدا، بقول له هيدا دغري نقي له هيدا. ليش؟ انا هيدا بشطبه مع هيدا بعمل دبل بوند، الفينل مع الهيدروجين على نفس الميله، هيها هو حاطط ليها نفس الميله، وفينل مع هيدروجين على نفس الميله حطيتها على نفس الميله، دغري بقول هيدا. عرفتوا؟ هلا هو ما بجيب لكم اياها هيك هينه كثير، يعني دغري بعطيكم اياها، لا 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 لازم شوي هيك، لازم شوي يعني خلص خليني ساكتين. فلازم شو نعمل نحن؟ عادة بفوت لكم الروتيشن فيها، يعني مثلا بيعطيكم انتو هذا الكومباوند. اوكي مثلا بي ار حاطط لك اياها هون، تمام اتش هون، حاطط لنا سي اتش 3 هون، بيكون حاطط البي ار هون سي اتش 3 هون مثلا هيدروجين هون. اوكي خليني احط هون اسهل بلا ما احط هيدي. وشو بعمل هلا هون؟ بتطلع هيك فيها، ليش حطيت لها هيدروجين؟ ما كنت بدي احطها هون انا، سوري قصدي هون. صدقوني بتجي هيك اشياء، ماشي ما تستغربوا منها. مثلا بنحط سي 2 اتش 5 هون. اوكي هيك بقوم بطلع انا هيك فيها، يا الله هيدي كيف بدي اعملها انا هلا؟ بس كيف بدي اشيلهم؟ ممنوع اشيل بي ار على البلين هيك وهيدي ما انا جايب وجهها، بغلط هذا الشيء. لازم يكون دائما انتي، دائما انتي لبعض. اذا الاتش لجوا البي ار لازم تكون لبرا، اذا البي ار على البلين لازم تكون اتش على البلين بس عكسها، عكسها يعني هذيك لفوق هيدي لتحت بدها تكون. عرفتوا؟ دائما انتي لبعض. وبعد في قصة بعد منيح ذكرتوني او تذكرت بالشير كونفرميشن كمان بعطيكم اياها هلا. فالمهم فانا هون بدي اعمل اول شيء روتيشن، بترك هيدي بثبتها بالعكس اريح لي انه تكون على البلين البي ار، بدي انزل هيدي على البلين هلا، بدي انزلها لتحت. كيف بنزلها؟ انتم قلت لكم هيدي البيرسبكتيف كنتوا تخيلوها هيك ان سبيس، هيدي هيكو هيدي ايدكم. اوكي هودي اعملوا لي ثلاث اصابع لكم، هيدا مثلا هيدا الميدل فينجر عملوه ايدكم اليسار. اوكي تخيلوا مع انتم عشان تعملوها حتى تعرفوا كيف قصدي، هيدي ايدكم اليسار. اوكي هيدي كلها، هيدا هو الميدل فينجر اللي هو على الداشز، هيدا هو الاندكس تاعولكم هيك بين الميدل فينجر والثامب
ما بعرفش اسمه، ما هو هيدا الاندكس تاعكم، وهيدا هو الثامب تاعكم. اوكي هيك امسكوا ورا ايديكم واعملوه ان سبيس. شو تعملوا هلا لحتى انا اعمل نزل هيدا لهون؟ شو لازم اعمل؟ بعمل روتيشن، ببرم ايدي قد ايه؟ 60 درجه. لما برمى عمليه اليمين بدي ابرمها كلوك وايز، اعملوا مثلي، اعملوا هلا، انتوا لازم تكونوا مجهزين ايديكم. اوكي كلوك وايز، شو بيصير؟ هيدي بتنزل لهون، هيدي بترجع لورا، واللي ورا بيصير قدام. منا صعبه، اذا عملتوها براسكم لحالكم تفهموها. اوكي حارجع ارسمها هون، بي ار ان الهيدروجين لبرا لجوا اثل هيك. اوكي هون في عنا بتصير الهيدروجين لهالميله. اوكي نزلنا الهيدروجين هيك، يعني هيدي بتصير لبرا، هيدي السي اتش 3 هيك، سي 2 اتش 5. اوكي ها هي هيك، بلا بلا. المهم فاز هذه سي 2 اتش 5. هلا شو بصير؟ صاروا انت لبعض، انا عم صاروا انت لبعض. شرط انه حافظ، انتبهوا، شرط انه حافظ على الكونفيجريشن. يعني هون اذا برجع الكونفيجريشن شو هي هون؟ 1 2 3، صح 1 2 3، تطلع معي هون ار، والهيدروجين لبرا تطلع معي اس. هون نفس الفكره كمان، بعد محافظ على الكونفيجريشن هيها 1 2 3 1 2 3. عم بدي بدلها، انترشوا بدل الهيدروجين مع هيدي، يعني كانوا هيدي بدلتها مع هيدي اول شغله، لانه الهيدروجين بالبلين صارت، فبدلها مع اول شغله 1 2 3 1 2 3 R. بس انا عملت اول سويتش فبرجع بتطلع هي ذات اس. سو بعدني محافظه انا على الكونفجريشن. لك عادي الروتيشن تعوري منه غلط، واصلا عاده بتزبط معنا، دائما الروتيشن بيزبط معنا. اوكي ما 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 تقلقوا يعني. المهم هلا بشطب هيدي مع هيدي، اوكي، وبعمل دبل بوند هون، فبصير شكلها كيف؟ سي دبل بوند سي، بحط الهيدروجين مع السي اتش 3 لورا لعميله، لانه هن اثنيناتهم على الداشز. الاثل مع الاثل بحطها لعميله، لانه حيكونوا هن لنفس الميله. اوكي ها هي. طب هي سيس ولا ترانس؟ سيس. ليش سيس؟ اذا بطلع حتعاون راجع، يلا على هيدا الكربون عندي، هيدي عندها بريوريتي اعلى من الاولى، يعني اللي تحت عندها بريوريتي اعلى من فوق، يعني هيدي هي البلكي. اوكي هو مين البلكي بين هودي الاثنين؟ اللي تحت، سو هيدي البلكي. طب بلكي مع بلكي على نفس الميله، سو بعتبرها سيس. اوكي هيك مراجعه سريعه. طيب هي بالنسبه للكومباوندات العاديات، اذا بدكم اياها ان النيو ان بالنيومن، بدكم اياها بالنيوم لازم يكونوا على الخط، يعني هيدا هيك. اوكي لازم يكونوا على انتي لبعض كليا، يعني هيدا الاكس هون والبي ار هون. هلا سوري الاكس هون والهيدروجين هون، هيدا الاكس هي مثلا بي ار سي ال اف اي شو ما كان، ماشي. هو كا ان جنرال هلا قليله تجي النيوم، بس انه عرفوها لازم يكونوا انتي لبعض. فيكم تعملوا روتيشن، اذا جابوا لكم اياها مثلا اتش هون تعملوا لها روتيشن، مثلا بتقربوها لهون، سوري مش هيدي، اذا جابوا لكم اتش هون تعملوا روتيشن مثلا 60 درجه، أكتر من 60 هيدي 120 تقريبا. ايه وبتشوفوا انتم كيف حد انه بصيروا انتي لبعض، مين بيطلع مع مين ترانسس، بتشوفوا البروكس يعني. اوكي بترسمون رسم عادي. هي بالنسبة للكومباوندز العاديات. طب إذا كان عندي سايكلوهيكزين، وهون حاحكي عن الإكسبشن. أوكي بس خلص هيدي الفكرة بحكي عن الإكسبشن، وبنكون خلصنا. إذا كان عندي السايكلوهيكزين، أول شغلة لازم يكون الإكس أكسيال. ما في مجال، إذا كان إكواتوري بعمل له رينج فليب، طيروا للأكسيال بعدين بتصير الرياكشن. أوكي؟ يعني مثلا عندي هون سي ال هيدي، هيدا في تعمل إي 2، دغري بتعمل إي 2 عادي، بيجي لعنا ال 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 السترونج بيس، سترونج بيس بيطير هيدروجين من وين؟ من الادجيسنت، يعني يا من هيدي يا من هيدي. انتبهوا قلنا بدنا نحافظ على كلمة انتي، يعني هون حيكون عندي انا هيدروجين لتحت هيك وهيدروجين هيك، وهون كمان مش حيكون عندي هيدروجين هيك وهيدروجين هيك. اوكي فبطير لازم يكون انتي لبعض وانتي، يعني اذا هيدي لتحت هيدروجين لتحت، هيدي لفوق تمام بيطيروا مع بعض، بس يصير بس عندي دبل بوند هون. اوكي ممكن هون ممكن هون، ما بتفرق معي لانه نفس الشيء، اثنيناتهم نفس السبستيوشن، اثنيناتهم نفس الستابيليتي، يعني هيدي سكندري سبستيوت، هيدي سكندري سبستيوت، فخلص انه ما بتفرق معي. اوكي وما يصير دبل بوند يصير. انا عم بحكي هلا بالنسبه للانتي، دائما لازم يكون وحده اكسل اب وحده اكسل داون، ممنوع هيدي تكون ايكواتوريال. شفتوا لو كانت هيدي هيك شكلها هيك سي ال، ما بتصير رياكشن هيك لحتى اعمل رينج فليب. بعمل رينج فليب، اوكي انا مش حاسه رينج فليب هلا على الصوره، بهمني انا بس هلا تعرفوا كيف عم تصير رينج فليب، بتصير اكسل. اوكي هي شو كانت ايكواتوريال داون، فبتصير اكسيال داون، فباخذ انا وحده هيدروجين من الابات طولتها، عرفتوا شيء؟ حيلا هيدروجين اب بطيروا بعدين، مثلا ياها بصير دبل بوند هون يا بصير هون دبل بوند، ماشي؟ المهم بدي دائما 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 الهالوجين بدها تكون اكسيال لا مجال،
طيب والهادج اللي حدا بدها تكون مش اكثر مش اكواتوريا، بدها تكون اوبوزيت لها، انتي لها. يعني اذا هديك كانت اكسيال اب الهيدروجن تكون اكسيال داون، اذا كانت الهالوجين اكسيال داون الهيدروجن تكون اكسيال اب. ممنوع اذا هيدي اكس هيدي اكواتور ما بتصير رياكشن هالميله، بتصير ميله تانية مثلا. وهذا الشيء بدلنا على بياخذنا على الاكسبشن تاع زيتزف. مش قلت لكم زيتزف عنده 3 اكسبشنز، حكينا عن اول وحده اللي هي اليليك بنزليك، ثاني وحده حكينا عنها الباكي بيز، ثالث وحده هلا رح احكي عنها اللي هي هيدي بالسايكلوهكزين. طلع اذا عندي مثلا هذا الاكزامبل، هلا دائما رسمتي بالسايكلوهكزين تطلع معانقه، ليش ما بعرف. على بابي و تمام مش الحال. هيدي نفرض عندي هون انا سي ال، اوكي بدي اشيلها وحاطه حدا هون سي اتش 3. هيدي الرياكشن شو البرودكت بيطلع عندي هون؟ شو الميجر برودكت بيطلع عندي هون؟ البرودكت بالاحرى بحد ذاته شو بيطلع عندي؟ بتطلع السي ال بدها تروح وهي اكسيال اب، يعني لازم شيل هيدروجين ادجيسنت لها تكون اكسيال داون، صح؟ مش هذا هو المنطق اللي تعلمناه؟ طيب بتطلع يعني بدي يا في يشيل من هون يا في يشيل من هون، منه اصلا ما عاد غير الخيارين يا هيدي يا هيدي. هون في عندي هيدروجين لتحت وهيدروجين لفوق، هون عندي هيدي لتحت، معناتها وين ضلت الهيدروجين؟ مش هيدي تعيش الكربون؟ يعني ببي بعد بيقى هيدروجين، هون بدها تكون، بدها تكون اكواتوري اجباري، اذا هيدي اكسيال داون هيك حتكون اكواتوري الاب اجباري، اوكي؟ طب انا مش بفكر فيها، وين بدي اشيل الهيدروجين؟ وين بدي اي هيدروجين بشيل؟ بشيل هيدي ولا هيدي؟ اكيد بشيل من اللي فوق، لانه هون اذا شلتها هيدي ما في يشيل هيدي، انه دائما لازم يكون اكسيل عكس بعض، هيدي اكسيل اب بديش انا الاكسيل داون اجباري حصرا حصرا، هيدي قاعده عامه بالاي 2 فما في يشيل الا هيدي الهيدروجين، فبصير دبل بوند هون. ولو هيدي تيرشري كاربون ليكم اه هيدي تيرشري، يعني هيدي مور سبستيوت، يعني لو صاير دبل بوند هون حيكون هيدا المور سبستيوتد الكين، بس الفكره انه ما عندي هيدروجين اصلا حتى اشيلها. شفتوا لو كان سي اتش 3 هيك وهون الهيدروجين، شيلوا هيدي حاطه هون هيدروجين، ساعتها كان اكيد اكيد لا مجال لا محال، قصدي كان صارت الدبل بوند للميجر برودكت هو من هون الميجر برودكت، اوكي؟ ليش؟ انا هيدي بتطير هيدي بيطيروا وبيصير عند دبل بوند هون وكثير ستيبل حتى، ليش؟ انا موجوده هيدي اكواتوريال، الباكي جروب موجوده اكواتوريال، هي اول شغله. ثاني شغله هي مور سبستيوتد الكين لانه في عندي هون تيرشري، صارت مع تيرشري وبس خلص بلا ثالث شغله، ماشي؟ فاذا هيدا هو الاكسبشن قلت لكم عنه، اذا كان عندي اثنين ادجيسنت هيدروجينز بس وحده منا انتي للسي ال، يعني منا اكسل اب اكسل داون او اكسل داون اكسل اب، ساعتها ما باخذها، خلص باخذ ثاني ولو هي مور سبستيوتد، ماشي؟ هيك بعتقد خلصنا كل شيء بالاي 2 رياكشن، ما عادش في شيء، هو هذا كل شيء بخص الاي 2 رياكشن. برجع بركز لكم كيف تميزوا الاي 2 من الاس ان 2 بالفيديو الجاي ان شاء الله يا رب، اوكي؟